الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب التنبيه، وأيضا مع الموطأ مالك. قلنا بأن الموطأ سيكون جديدا معنا في التنبيه، نسأل الله لنا فعلا أن يتم لنا الخير بأسره. كتاب التنبيه بلغنا إلى باب ستر العورة، باب ستر العورة. يقول المصنف رحمه الله تعالى، باب ستر العورة، ويجب ستر العورة عن العيوب. انظر هنا جمعها جمعا، هذه الحق أن هذا عام، يعني عام مخصوص كما سيأتي إن شاء الله في الباب. ويجب ستر العورة عن العيون بما لا يصف البشرة، وهو شرط في صحة الصلاة. لم يبين إن كان شرطا مطلقا أم لا. ثم قال عورة الرجل، نقف عند هذه. ويجب ستر العورة عن العيون، هذا الأصل فيها في الباب. ندخل إلى هذه الجزئية، نتكلم عنها لأن الجزئية مهمة، ولأن كتاب التنبيه من الكتب المهمة. شيخ المذهب طبعا الإمام الشيرازي كما تعلمون قال: باب ستر العورة. الستر بفتح السين مصدر ستر، يستر، والسترة ما يستتر به المرء، وهذا من الأداب ومن الزينة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحي، إن الله حي ستير يحب الحياة والستر، فإذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فليستتر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أنتم تعلمون هناك الآثار الكثيرة عن الصحابة الكرام بحيائهم وكيف كانوا يبالغون في مسائل الستر. يقال بأن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كان ما يدخل الخلاء إلا مظلما حتى لا ينظر إلى عورته. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفته أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها، قال: دخلت يوم الفتح، يوم فتح مكة، يوم فتح الله عليه ودخل، قال: فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، وفاطمة تستره بثوب. ولذلك أنه قال: من المستحب أن يتزر المرء إذا أراد الاغتسال من باب الستر، ولأن هذا أحب إلى الله جل في علا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فمسألة الستر من الأساس، من الأداب ومن الزينة في هذا الباب طبعا. وهذا الستر كما قلنا يكون عاما إلا بين الزوج وزوجه، فلا حشمة. وهذا التأصيل العام الذي أريد أن أبينه، لأن هناك غلو ونفو، وهناك تنطع يزعمون ورعا وليس بورع، يعني بين الزوج، بين الأزواج، بين الزوج وزوجه. لأن هذه صراحة أنا الذي أتعايش في هذه الحياة العامة في مشاكل كثير أسرية بسببها هذه المسائل، يعني بين الرجل وبين زوجه لا حشمة بين الرجل وبين زوجه. فإن قلنا الستر من الزينة ومن الأداب الراقية السامية التي يترسم خطاها التقي النقي الأريب النبيل، لكن هذه موضعها يكون من الحكمة أن تضعها في موضعها، هذا من الحكمة. فبين الأزواج لا حشمة بين الرجل وبين زوجه. وحتى مسألة الجماع، يعني أن يقال بأنه يعني ومن المروءة أن لا ينظر إليها ولا تنظر إليه، هذا الكلام كلام عالي عن الفخر حتى في هذا الباب. يعني هو واقعا فيه ما فيه من الإساءة، واقعا فيه ما فيه من النقص الذي يعني قد يسبب بين الأزواج وحشة.
والمفروض بين الأزواج يكون هناك السكن ويكون هناك في الأنس والمودة والألفة، هذا يقويها، هذا يقويها. الشنقيطي من أورع الناس في زمننا من المعاصرين كان يقول لا حشمة، القاعدة لا حشمة بين الرجل وبين زوجه. وحتى في الحديث أنهم قالوا يا رسول الله عورتنا، يعني نأتي منها نساءنا ماذا نفعل؟ أنت تقول احفظ عورتك، طب عورتنا نأتي منها نساءنا، فقال إلا على زوجك، قال إلا على زوجك. أما حديث لا يرى مني ولا أرى منه، حديث عائشة، ويتمثل بها طبعا الإمام الشافعي أو الشافعية في المذهب، ويقولون لا يجوز أن ينظر إلى فرج المرأة أو أن تنظر المرأة للرجل، هو يقول بأنه يسبب العمى وغير ذلك. حديث موضوع، حديث موضوع لا تصح. فالمفروض الحكيم، يعني شوف الحكمة مع العلم، أن يضع الشيء في موضعه، الحكمة أن يضع الشيء في موضعه. فحديث لا أرى مني ولا أرى منه حديث ضعيف. وذلك الحافظ بن حجر أخذ بحديث كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، أنه يرى منها وترى منه، وهو ظاهر، وهذا الحديث ظاهر في هذا الباب. وهذا سيأتي إن شاء الله إشباع في الكلام عليه في مسائل تعامل الزوج مع زوجه. عندنا في المهذب نحن على مشارف الانتهاء من كتاب المعاملات، وسندخل في كتاب النكاح، ويكون هذا باب إن شاء الله سيعقد تاما ليتعلم الجاهل، لأن هذا فقه أيضا ضاع على الناس، فقه لم يفهم عنه الناس شيء. وكما قلت إما عندنا غلو وإما عندنا جفو، والأفضل أن يضع المرء الشيء في موضعه. والعورة في اللغة النقص والخلل أو كل ما يستحيا منه، قال الله تعالى إن بيوتنا عورة، هذا عن المنافقين الذين قالوا بذلك. ومنه أيضا سمى الناقص إحدى العينين أعور. نعم، فالمراد بها في الباب أن يتكلم على جملة من الأداب والأحكام في مسألة الستر ومسألة شروط الصلاة أيضا، بعدما تكلم على مسائل الوقت، فهنا يتكلم على مسألة ستر العورة في قوله ويجب. طبعا يجب هو الواجب، والمعنى هنا وصوليا الواجب، الواجب لغة هو الساقط، فإذا وجبت جنوبها. وفي الاصطلاح الواجب هو يعني كل مأمور به من الأعلى لأدنى يلزم فيه الفعل بالجزم، يعني أو قل طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، حكمه يثاب فاعله ويعاقب تاركه. يعني عندما يقول يجب ستر العورة، إذن يعاقب من لم يفعل ذلك، ويثاب من ستر العورة. وعندنا أدلة أيضا تظهر ذلك، والأدلة تظهر ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مر بخبرين فقال يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. في رواية لا يستنزف من بوله، هذا الرواية الأولى، الرواية الثانية التي نوردها هنا في هذا الباب لا يستتر من بوله، لا يستتر من بوله إذا تظهر العورة. قال وطبعا هذه دلالة أنه عذب بذلك، عذب بذلك. ويجب ستر العورة أي من الذكور والإناث والخناثة عن العيون، أي في الصلاة وفي غيرها. يبقى إذن الشرط كان مطلقا، يبقى يجب ستر العورة على الإطلاق. وسيبين أنها، شوف قال وهو شرط في صحة الصلاة، فقال يجب ستر العورة عن العيون، يبقى إذن هنا عن العيون عمت. طب ما الذي يفيدنا، طبعا هذا السؤال بقى للفيس الأول قبل الميسر، ما الذي يفيدنا في قول المصنف ويجب ستر العورة عن العيون؟ ما الذي يفيدنا أن يقول يجمع ويقول عن العيون؟ ما الذي يفيدنا عندما يقول ستر العورة عن العيون؟ ما الذي يفيدنا؟ ممتاز يا جابر، ممتاز، أحسن الله إليك. وفي الميسر أجاب، أنا منتظر هنا. يخرج الأعمى والمنفرد، لا يخرج المنفرد يا أستاذ عبد الله يا شافعي، المفروض تتقي الله وتستمر في الدروس، وأنت متقطع جدا، وهذا يؤذيني جدا، يؤذيني جدا. ما في أي إجابات؟ لا، سننتظر، ما في، أنا منتظر معه حتى نكمل الشرح، ربنا يتقوا الله ويأتونا بالإجابة في الفيس. نعم، من العين أو الحسد أو لا لا، طبعا هو قال عن العيون جمع صحيح، يبقى إذا يقصد بها عيون الإنس والجن والملائكة. طيب، فيسر الله عليك أمرك يا عبد الله. الغرض المقصود قال ويجب ستر العورة عن العيون، عن العيون هذه مجموعة فيدخل فيها عيون الإنس والجن، الإنس والجن بل والملائكة. قال ويجب ستر العورة عن العيون يعني في الصلاة وفي غيرها،
وهذا ورد في السنن في سنن أبي داود. وأيضا روى الدارقطني عن علي رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال له قال لعلي لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. سأتي بالأدلة بأسرها ثم نبين هل الفخذ عورة أم لا، لا سيما أن البخاري كل البخاري قد لفت الانتباه إلى مسألة هل الفخذ عورة أم لا. يعني نأخذ هذه المسألة من الأهمية بمكان، ولو أخذها ولو الوقت ذهب بنا سنتوقف حتى يعني ما نضيع الموطأ، وبعدين إن شاء الله نسرد الكلام. وهذا الحديث سنبين ما فيه. وفي رواية قال لا تبرز فخذك، لا تبرز فخذك. نعم، والفخذ من العورة في المذهب، وإذا وجب وستره فغيره من باب أولى. إذا قلنا بأن الفخذ عورة وستره واجب، إذن الفرج من باب أولى، أو السوأتان من باب أولى. وقد روى مسلم في صحيحه عن المسور بن مخرمة قال أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف، فانحدر إزاري سقط منه، فانحدر إزاري ومنعني الحجر فلم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراط. قال ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراط. أنا لن أفوت هذه المسألة بدون وقوف معها، وإن كان المذهب عندنا يقول بأن الفخذ عورة وهذا قول جماهير أهل العلم، لكننا يعني تعهدنا أننا ننظر بأن الحاكم في ذلك الحديث والحاكم في ذلك الدليل. هو الآن الحجة عندنا في قوله، الحجة عندنا في قوله صلى الله عليه وسلم لا تكشف فخذك ولا تنظر. سيأتي وقال عن العيون، إذا جمعها جابر العيون هذه مجموعة، والملائكة لهم عيون أيضا، ولذلك يقال بأن الملائكة يعني شوف تعرف أن جبريل ما كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في لحاف امرأة من نسائه استحياء، والملائكة كل الملائكة حياء، هذا سيأتي إن شاء الله تفصيله. الغرض المقصود المذهب يقولون بأن الفخذ عورة، والدلالة على ذلك لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. وحديث جرهد أيضا غطي فخذك فإن الفخذ عورة، حديث جرهد غطي فخذك فإن الفخذ عورة. البخاري لفت الانتباه إلى التضعيف عندما قال حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، فعند الإسناد بين أن حديث أنس هو الذي يقدم وحديث أنس أسند، قال وحديث جرهد أحوط فمال على الحيطة. هنا لما يقول علي بن أبي طالب يقول قال النبي لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، وفي رواية لا تبرز فخذك، وحديث جرهد في السنن قال غطي فخذك فإن الفخذ عورة. طيب نقف في هذه المسألة بعض الشيء، لا سيما أن البخاري لفت الانتباه إلى مسألة الفخذ وأنه ليس بعورة، وأنه ليس بعورة حتى في الصلاة، وهذا قول ابن حزم، ونحن لا نرجح كلام ابن حزم ولا غير ابن حزم، احنا نريد ننظر الدليل، أين الدليل؟ عندنا الآن في مسألة الفخذ، هل الفخذ عورة أو ليس بعورة؟ ننظر في الأدلة. أولا عندنا حديث أنس رضي الله عنه أنه في بعض أزقة خيبر انحصر الثوب، أو شوف انحصر، يعني هنا الآن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني ذهل النبي صلى الله عليه وسلم، نسي النبي صلى الله عليه وسلم، ما علم النبي صلى الله عليه وسلم انحصر الثوب عن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بأن الإمام أنس بن مالك يقول بأن ركبته ضربت في فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، التصق بفخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى ما رآها أو نسلم نساها ففخذ أنس ستذكره ويعلم بأن فخذ أنس ضربت في إيش آسف ركبة أنس ضربت في فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، ركبة أنس ضربت في فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث أنس الذي قال فيه الإمام البخاري حديث أنس أسند، وحديث جرهد أطي فخذ فإن فخذ عورة أحوط. فهنا حديث أنس يظهر منه بأن الفخذ ليس بعورة لأنه انحصر الثوب عن فخذ النبي فلم يغطي،
الامر الاوكد، وهذا قال ابن حزم بصراحه قوه قوه فيما قال، وفخذ النبي صلى الله عليه وسلم ظهر، وركبت انس ضربت في فخذ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي يعني في ازقه خيبر. هنا ابن حزم احتج بذلك على ان فخذ انس رضي الله عنه ان فخذ النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعوره، قال ولان مس العوره لا يجوز اتفاقا، ولان مس العوره لا يجوز اتفاقا. فمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك بان ركبه انس مست فخذه ولم يحرك ساكنا ولم ينكر عليه ولم يرده، دل ذلك انها ليست بعوره. وهذا كلام صراحه من الوجاهه بمكان، وكما قلت البخاري يلفت الانتباه الى مساله ان الفخذ ليس بعوره. تبقى الادله الاخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في بيته كاشفا عن فخذه ومعه عائشه رضي الله عنها وارضاها، فاستاذن ابو بكر فاذن له فدخل، فلما دخل وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فلم يعتدل، كان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فلم يعتدل، فدخل ابو بكر ثم استاذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فلما استاذن عمر بن الخطاب اذن له النبي صلى الله عليه وسلم وهو على نفس الحال. يعني ايش على نفس الحال؟ يعني كان جالسا متكئا كاشفا عن فخذه وبجانبه عائشه، فدخل عمر وسلم ودخل، ثم استاذن عثمان، فلما استاذن عثمان النبي صلى الله عليه وسلم اعتدل جلوسا وغطى فخذه ثم اذن لعثمان فدخل. عائشه ترقب، عائشه ليست بالهينه، عائشه هي اعلى النساء العالمين، فعائشه رضي الله عنها ترقب الموقف وتنظر كيف ما حدث، ان ابا بكر دخل وان عمر دخل، والحال تبدل وتغير، والحال واحد مع ابي بكر وعمر، والحال تبدل وتغير مع دخول عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. فلما نظرت بعدما خرج الثلاثه فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليكم السلام وبركاته، صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله كنت على حال كذا، يعني هو كاشف كان كاشفا عن فخذه، فقالت كنت على حال كذا، فاستأذن أبو بكر، وأبو بكر هذا أحب الخلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذن أبو بكر فأذنت له، فلم تهش ولم تبش ولم تحرك ساكن، يعني لم تغير من حالك وأنت تجلس، لم تغير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أيضا دخل استأذن فأذنت له، وكنت على حال، يعني كاشفا عن إيش؟ كاشفا عن فخذك، وكنت على حال فلم تغير ما أنت عليه. وعثمان استأذن، هنا العجب، هنا عائشة تراجع، المفضول يراجع الفاضل ليتعلم، فعائشة قالت يا رسول الله، ثم استأذن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه فأذنت له واعتدلت وحدث التغيير وغطيت فخذك. المعنى معنى الحديث في هذا الباب. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، انظر هنا الآن، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن عثمان رجل حي، لعله جاء لحاجة، فإن رآني على هذه الحال فإنه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فإن رآني على هذه الحال فإنه لا يبلغ حاجته، لن يستطيع أن يبلغ حاجته إن رآني على هذه الحال، لذلك اعتدل وجلس وغطى فخذه. هنا هذا الحديث فيه دلالة واضحة جدا على أن الفخذ عورة، كيف ذلك؟ الآن سألت أريد الإجابة، هنا هذا الحديث أين وجه الدلالة منه على يعني، أو وجه الدلالة لمن يستدل خلاف الجمهور، لمن يستدل بأن الفخذ ليس بعورة؟ سؤال مرة ثانية، دخل أبو بكر، استأذن أبو بكر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس متكئا عند عائشة وفخذه كان عاريا، فاستأذن أبو بكر فأذن له فدخل، ثم استأذن عمر فأذن له فدخل، لم يهش ولم يبش، لم يتحرك، لم يغير الحال. فلما استأذن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه استأذن فأذن له لكنه اعتدل وغطى فخذه. هذا الحديث صار دليلا قويا للعلماء الذين يقولون بأن الفخذ ليس بعورة. طبعا نعيم سارع بالإجابة، أنا ما أريد المكسرة، أريد نعم، أنا أريد الآن الفيس. استحيا من عثمان استحيا الملائكة وليس له، ممتاز، نعم هذا صحيح، نعم مكتوب لو لم يكن عورة لما ستره النبي صلى الله عليه وسلم، لو لم يكن عورة لما ستره النبي صلى الله عليه وسلم، هو الإجابة طيب يوضحونها،
هل هو سترها امام ابي بكر امام عمر؟ لو كانت عوره هل يتركها امام ابي بكر امام عمر؟ هذه هذا السؤال. من الذي اجاب؟ عمر. عمر فارس. الله كتب عمر بس. التاجر بكر تقول لم يغطي فخذة امام ابي بكر وعمر. نعم ممتاز. هو طبعا ابو بشير الجزائري حي هرم اهل الجزائر باسرين قال بانه على كلام اخيه نعيم الشامي. وهنا خليط الاخوه الافاضل من كل البلاد يجعلنا نرتقي الى السماء. الدكتوره ندى تقول وهنا مقام بيان وترك بيان انا صحيح لا يجوز. لما لم يغطيها اولا لما لم يغطيها اولا دل انه ليس بعوره. نعم هذا جيد جدا. الاجابات توافقت في الفيس وفي المكسر والصحيح. وجه دلاله من ذلك نقول لو كانت عوره اذا الحكم على الجميع. لو كانت عورة الحكم على الجميع. يدخل أبو بكر وجب على النبي أن يغطي العورة. لما؟ لأنه أمر بذلك وهو مأمور شرعا بذلك. بل هو الذي بيّن أن من لم يستر عورته من الناس بأنه يكون معاقبا عند ربه جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين فسمع عذابا فقال يعذبان وما يعذبان في كبير. بل هو كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. هذا استدامة كشف العورات في هذا الباب. فهنا هذا الحديث دل دلالة واضحة على أن الفخذ ليس بعورة. لما؟ لأن النبي لم يغطي فخذه. والنبي أورع الناس وأحسن الناس عبادة وأقرب الناس مكانة وأرفع الناس منزلة عند ربه جل في علاه. فلم يغطي فخذه أمام أبي بكر ولم يغطي فخذه أمام عمر. لكن عندما غطى فخذه امام عثمان بن عفان علل بعله اخرى ليست عليه العوره. علل بعله اخرى ليست عليه العوره. ما هي العله الاخرى؟ قال ان عثمان رجل حي. فالمساله على حياء عثمان ولست ان يبلغ حاجته. لذلك استوى قاعدا وغطى فخذه وحديث انس واضح جدا عندما مست ركبته فخذ النبي والنبي يشعر بركبته ولا ينكر عليه ولا يبعدها. ولأنه لا يجوز بحال الأحوال مس العورة. النظر للعورة وحده إن قلنا معصية فمسها من باب أولى أن يكون معصية أكثر في هذا الباب. ولو كانت عورة ما ترك أنس رضي الله عنه أرضاه يمس فخذه ويسكت ولا ينكر عليه. فهذه فيها دلالة على أن الفخذ ليس بعورة. وهذا خلافا للمذهب. والحق أن هذه الأدلة واضحة. حديث يعني جرهت عندما قال غطي فخذك فإن الفخذ عورة. قد خرج بعض العلماء يعني بعضهم طبعا قال حديث أنس أسند كما قال البخاري والمسألة في الترجيح الإسنادي انتهى الأمر. حديث جرد لا يقاوم حديث أنس. حديث أنس يفيد بأنه ليس بعورة. حديث جرد يفيد أنه بأن عورة غطي فخذك فإن الفخذ عورة. فقال هنا الآن ظاهرهما التعارض. لا أسند هو حديث أنس. لكن البعض أيضا توسط وقال العورة عورتان عورة مغلظة وعورة مخففة. فقال قد تكون الفخذ عورة مخففة يعني تركها ليس فيه يعني شيء من الشدة في الحكم فيها والتشديد عليها. والعورة المغلظة هي الشديدة. لكن الحق أن نقول في هذا الباب أنه أن الفخذ ليس بعورة. هذا الراجح صحيح. الفخذ ليس بعورة. هذا الراجح صحيح في هذا الأدلة على ذلك. وإلا لا يمكن أن يقال بأن النبي يترك العورة تظهر لأبي بكر والعمر بحال من الأحوال. وهذا أخذ وقت على ذلك. فلا يجوز بحال من الأحوال أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد وضع يعني جعل الفخذة عورة. هذا أمر لا يصح أن ينظر فيه حتى وأن يقال بأن النبي يعني لو قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بأبي هو وأمي لم ينتبه لدخول أبي بكر لما ينتبه لدخول عمر هو الذي يأذن لهما وهو يعلم بحاله الذي يجلس عليه. فهذه دلالة واضحة جدا على أن الفخذ ليس بعورة. وكانت عورة لغطاها أمام أبي بكر وأمام عمر. طيب يبقى لنا في الحديث أنه قال لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. الحديث ضعيف. شوف أدلة القوم الذين قالوا بأن الفخذ عورة. الحديث ضعيف والأحكام فرع على التصحيح. قال أبو داود قال يعني روى هذا الحديث عن علي بن أبي طالب بسند عن علي بن أبي طالب
رضي الله عنه وارضاه: لا تكشف فخذك ولا تنظر الى فخذ حي ولا ميت. هذا الحديث اخرجه ابو داود واخرجه ابن ماجه وايضا عبد الله بن احمد في زيادته على المسند وابو يعلى والطحاوي في شرح المعاني والدارقطني والبيهقي والحاكم في والبيهقي في السنن الكبرى. وقال الحافظ في التلخيص قال: وفيه ابن جريج عن حبيب. تعرفون ابن جريج وان كان ثقه ذات لكنه مدلس ويرسل، نعم، وتدليسه او مرسله كالريح. ابن جريج عن حبيب. وفي رواية ابي داود من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: اخبرت عن حبيب بن ثابت. اخبرت يعني قال اخبرت، ودلالا هنا هناك واسطه بينه وبين حبيب، عن حبيب بن ابي ثابت وهو ثقة من الثقات، نعم. وقد قال ابو حاتم في العلل ان الواسطه بينهما يعني بين جريج وبين حبيب الحسن بن ذكوان، والحسن بن ذكوان لا يثبت لحبيب روايه ولا يثبت ايضا لحبيب روايه عن عاصم. عندنا علتان: العله الاولى السقط الذي بين جريج وبين حبيب بن ابي ثابت. حبيب بن ثابت لم يروي عن عاصم، فهذه علة أخرى لم يسمعه منه. لذلك قال ابن معين إن حبيبا لم يسمع من عاصم، وإن بينهما رجلا ليس بثقة. وبين البزار أن الواسطة بينهما هو عمرو بن خالد الواسطي، ووقع في زيادة المسند في الدارقطني مسند الهيثم ابن كليب. تصريح ابن جريج بإخبار حبيب له وهو وهم في هذا الباب، وهم. والصحيح أنه قد أخبرت عن حبيب، قال أخبرت عن حبيب، فهذا الحديث حديث ضعيف لم يصح. حتى أن الحديث قال عنه أبو داود رحمه الله تعالى قال: هذا الحديث فيه نكارة. قال: هذا الحديث فيه نكارة. فأبو داود أيضا ضعف هذا الحديث، قال: هذا الحديث فيه نكارة. أما حديث ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمش عورات، وهذا الحديث لا كلام في الإسناد، لا كلام، مش كلام، هذا في مسلم. هذا الحديث وإن كان في مسلم الكلام هنا قال: ارجع إلى ثوب فخذه ولا تمش عورات. وش الدليل على أن الفخذ ليس بعورة أو بعورة؟ ما في الكلام، سقط الإزار. إذا العورة المغلظة قد ظهرت وهو يحمل الحجر سقط عنه الإزار. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وهو صغير لما حمل الحجر من أجل الكعبة كان العباس معه، يعني قال له العباس لسخونة وحرارة الحجارة: ضع إزارك على كتفك. لما عمل كده النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع الإزار، ظهرت العورة، سقط النبي مغشي عليه، فلم يرى قط بعد ذلك كاشفا عن عورته. وهذا من الأداب. كانوا الأهل الجاهلية يطوفون بالبيت عورات، حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبعث أيضا أبا هريرة على أن ينادي في الناس ويقول: ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عورات عريان. فقوله ارجع الى ثوبك فخذه ولا تمشي عورات، المقصود بذلك هو لا تمشي عورات على العوره المغلظه، لانه كان يحمل الحجر على كتفه، فلما سقط الازار ظهرت العوره المغلظه. نعم. هنا وفي قولي ايضا ويجب ستر العوره عن يعني، اذا الفخذ ليس بعوره، هذا الراجح صحيح. الكلام هنا: طب الفخذ ليس بعوره، هل في الصلاه ايضا ليس بعوره؟ ابن حزم يقول بذلك: من غطى الثوبتين وصلى فصلاته صحيحة. والبخاري أيضا يلفت الانتباه إلى ذلك في تبويبه، يلفت الانتباه إلى ذلك. لكننا لا نقول بهذا، ونقول بأن للصلاة زينة وجب عليه فيها أن يستر عورته، حتى أن الإنسان قال: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه شيء. الأمر بتغطية العاتق من باب أولى الأمر بتغطية الفخذ. نعم. وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. لكن هو قال من عن العيون، قلنا عن العيون المراد بها الجن والإنس والملائكة. الجن والإنس والملائكة، نعم، يعني معنى ذلك أنه يجب ستر العورة خاليا، معنى ذلك أنه يجب ستر العورة خاليا. قد قالوا به واستدلوا، وهذا المعتمد في المذهب عندنا، أنه يجب أن يستر عورته لو كان خاليا. لكن صراحة ورد أثار عن الصحابة، ورد أيضا بعض الأدلة التي يعني تبين أن الأمر فيه سعة، سنبين إن شاء الله هذه المسألة. في حديث باهز بن حكيم عن أبي عن جدي، وطبعا حديثيا باهز بن حكيم عن أبي عن جدي في خلاف عريض، هذه السلسلة صحيحة أم لا كسلسلة عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي. حديث باهز بن حكيم عن جده قال: قلت يا رسول الله هذه عورتنا، ما نأتي منها وما نظر؟
قال احفظ عورتك. قال عورتنا نأتي منها يعني أزواجنا ماذا نفعل يعني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا من زوجتك. فقال احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. قلت إذا كان أحدنا خاليا قال الله أحق أن يستحيا منه، قال الله أحق أن يستحيا منه. هذا تمسك به علماؤنا وقالوا أنه يجب الستر إن كان خاليا، وهذا رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي. نعم قال قالوا يجب الستر وإن كان خاليا، لكن قد ورد عن بعض الصحابة عمر بن الخطاب كان ينهى الأطفال أن يأتوا في وقت الظهيرة، لأن هذا الوقت كان كل إنسان يجلس في بيته على ما أراد، ويكون قد يطلع الصغير على شيء يكرهه هذا الذي انفرد في بيته. وقد قيل يعني في المذهب أيضا، وقد قيل لا يجب الستر في الخلوة في غير الصلاة، وبه قال الشيخ أبو محمد إذ يجوز التكشف بسبب استحداد وقضاء حاجة من غير إرهاق وضرورة، ومع ولا معنى لإيجاب الستر في الخلوة. يعني إذا قلنا بأن الاستحداد تعلمون أنها من السنة، سنة الفطرة 10 ذكر من الاستحداد حلق العانة يعني. فقال إن هو أصلا ليست ضرورة وليست حاجة، ومع ذلك هو يكشف عنها، فهذا يبين لنا أنه لا يجب الستر في الخلوة. وهذا ما حكى ابن الصباغ والقاضي أبو الطيب عند الكلام في اشتراط ذلك في الصلاة. وقال الجيلي إنه أصح في بعض الكتب، والأصح في أكثر أقوال أهل العلم من علمائنا الأول، وهو وجوب الستر ولو كان خاليا، وهو اختيار الشيخ أبي علي. وقال المواردي والبندنيجي والروياني إنه مذهب الشافعي لظاهر الخبر، وقد جاء عن في الترمذي كما قلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله أحق أن يستحيا منه. قد ورد أثار كما قلنا في هذا الباب، وأنه كان خاليا موسى عليه السلام اغتسل عريانا، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين بأنه قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عورات ينظر بعضهم إلى عورة بعض، وموسى عليه السلام كان رجلا حييا كان يغتسل وحده، لكنه اغتسل عريانا، خلع ثيابه واغتسل عريانا في هذا الباب. إذن عندنا الفائدة العظيمة في هذا الباب هو الكلام على أنه إن كان خاليا الأكمل له والأعظم أجرا أن يستر عورته إن كان خاليا. إن لم يفعل فقلت الإباحة موجودة لورود بعض الأصل، طبعا الأصل عدم المنع، وأيضا الأصل الآثار جاءت عن الصحابة، لكن قد يشوش على التأصيل هذا أن النبي قال والله أحق أن يستحيا منه، والله أحق أن يستحيا منه. نعم هذا التأصيل العام في مسألة الستر. ثم قال المصنف بما لا يصف البشرة، ونقف عنده، وإن شاء الله الأسبوع القادم نشبع القول فيها في مسألة طب إذا حد العورة حدها بحجمها طيب دون أن يصفها هل يكون ساترا أم لا، سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم، يعني يأتي في الدرس القادم بإذن الله، حتى لا نضيع حق الموطأ لا سيما وأننا في المرة الماضية قد ضيعنا حق الموطأ، ونحن نريد ندخل عليه عشان يثبت عندنا أن الموطأ أيضا يوم الاثنين. طيب لو في أسئلة اتفضل. عندنا الآن كان في بعض أسئلة نرجع إليها نشوف، عندنا أسئلة في المكسرة في طيب إن شاء الله، وحتى ندخل على الموت. الشيخ بيقول ما حكم البيع بالمرابحة؟ كيف؟ ما حكم البيع بالمرابحة؟ بس صبرا 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 شوف الأسئلة هنا صبرا. بسم الله نشوف الأسئلة أولا بسم الله ماشي. أسند يعني أصح يا شيخنا؟ نعم، لكن هو لفت الانتباه إلى تضعيف حديث جرد. آمين يا رب العالمين. آمين فتح الله عليكم. طيب هنا الأخت الفاضلة تقول هل أدرس في فقه ميسر ومنار السبيل
هل هذا الكتاب يناسب مستواي أم ماذا؟ أنا لا أعرف مستواك يا عائشة، لا أعرفه، ما أعرف مستواك حتى أقول لك، لكن البدايات نعم ممكن، ممكن يكون في مسائل فقهية، مسائل الطهارة تهتمين بها، وبعدين تدخلي على فقه مذهب يسير يشرح بالدليل لا بطريقة التقليد التي شوهت العلم وضيعت الإبداع في العلم. وأنا أنصح أنه اللي يطلب العلم لابد يطلب، يطلب على الراسخ، يعني الذي يتقن العلم، أراد إتقان العلم لا يتقنه إلا إذا طلب العلم على الراسخ من أهل العلم، وإلا ففي آخر الزمان من علامات آخر الزمان، علامات الساعة، طلب العلم عند الأصاغر. لو كانت عورة، ها أنا عايزين بس استحي من عثمان، ده إجابات كلها. هل تستحي الملائكة من سيدنا أبي بكر وعمر أو لا يا شيخنا أم ماذا يا شيخنا؟ يا حبيبي هذه غير تلك، الجميع يشتركون في صفة الحياء، لكن عثمان كان أشد الناس حياء، فإنه لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة يستحي أن يطلب حاجته، هذه علة الباب، وليس الكلام عن الملائكة تستحي أو لا تستحي في هذا الباب. أجبتك يا عائشة، أجبتك. هل تنفع المبتدئ بالموطأ شيء؟ نعم ينفع إن شاء الله. ما هو أفضل كتاب في سيرة الصحابة؟ والله كتاب الذهبي كتاب مهم جدا، سير أعلام النبلاء، هذا من أفضل الكتب ترجمة صراحة، وتاريخ الإسلام أيضا في هذا الباب، البداية والنهاية أيضا فيها شيء جميل جدا في هذا الباب. نعم طبعا صفوة الصفوة، أيضا صفوة الصفوة كتاب ابن الجوزي كتاب جيد في بابه، عشان أنا بدرس الفقه من السنة ومن السبيل المجلد الثاني. هل توطأ؟ أي نعم يناسب، يناسب يناسب، ليس فيه شيء، إن شاء الله لا يكون صعبا عليكم بشيء بحال يعني. نعم تجوه على صف الآن بل الطالب حتى يأخذ ممن هو دونه مثله، هذا كلام ابن عينة، نبل العالم أن يأخذ، أن يكون متواضعا، يأخذ من ممن هو دونه وإن كان هو أعلم منه، ويأخذ من هو فوقه وإن كان أدنى منه، وهذا الأصل، أو يأخذ من هو قريب، وهذا نبل الطالب عشان يكون يعني في حقا في علم. الأسئلة اللي عندك، ما حكم البيع بالمرابحة؟ البيع بالمرابحة إن انطبقت، قل إن توفرت شروط والأركان فيه فهو بيع حلال ليس فيه ثمة شيء، بيع المرابحة ليس فيه ثمة شيء. وما معنى بيع المرابحة؟ إن هو يقول أنا اشتريت السيارة بمئة وسأربح عليك بمئة ألف، يعني وسأربح عليك 2000، سأربح عليك 10000، هذا معنى المرابحة، إن كان صحيحا فيكون كذلك. هل الرزق مقسوم سواء كان العمل صعب ورزقه جيد أو عمل سهل ورزقه بسيط؟ ما أسمع إيش قلت؟ هل الرزق مقسوم؟ الرزق مقسوم طبعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. نعم فاتقوا الله وأجملوا الطلب. هل النار تفنى وهل القمر والشمس يحسبان؟ طبعا النار تفنى والشمس والقمر لا يحسبان، ليس بمكلفين، لكن قد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بأنه ينادى عليهم في عرصات يوم القيامة من كان يعبد أحدا فليتبعه، حتى الذي كان يعبد الشمس تكور وتلقى في نار جهنم ويلقون خلفها. طيب كيف الجمع وقلتم لا يأخذ إلا من الراسخ؟ نعم يأخذ ممن هو دونه، إيش مش يتعلم عليه يا عبد الله يا شفعي، الله يهديك يا حبيبي. مسألة، هذه المسألة تبناها العالم النبيل والدليل غاب عنه وكان الدليل مع من هو دونه، فهنا يأخذه ممن هو دونه ويتعلمه منه، فهمت يا حبيبي؟ هذا أصل. تفضل شيخنا لو سمحت، وبدون تعصب، زوجي يأخذ كل عدة أشهر كارد من بنك إسرائيلي وأنا أمضي على تلك الأوراق ككفالة له، ودائما أقول له حرام ولكنه بيتعصب كثيرا وفي الآخر أذهب معه، ما في اليد حيلة، ما الحكم بالنسبة لي لأنني دائما قلقة جدا؟ طبعا الحكم غريب، ما الحكم إيش؟ أنت مرة ثانية، ما الحكم بالنسبة لي لأنني دائما قلقة جدا؟ كان الله في عونك. طبعا هذه مسألة عويصة جدا، لأنه الربا تستلزم الحرب، لأن الله تعالى قال فأذنوا بحرب من الله
ورسوله، وأيضا الربا صاحبه ملعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا موكله وكاتبه وشاهديه. فالربا مسألة عويصة جدا جدا جدا، فعليك أن تنصحيه وتأتي بأهل الخير ينصحونه، والمسألة ليس عليك شيء، لكن ماذا يفعل؟ هل يشترط لبس الخف، هل يشترط السبب للبس الخف أم يلبسه في أي وقت يشاء؟ لا يشترط، لكن هو إذا أراد أن يمسح عليه لابد أن تتوفر شروطه وأن يلبسه على طهارة. هنا يقول: هل يصح حديث قراءة الإسراء؟ نعم يصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينام كان يقرأ بأربع: السجدة، الفلام ميم تنزيل، وتبارك، وأيضا كان يقرأ بالإسراء والزمر. في سؤال على آية في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. نعم. السؤال: كيف علم الملائكة بأن الإنسان يفسد ويفسك الدماء وهو في بداية خلق؟ نعم، هو القياس، لأنه الجن كانوا في الأرض قبل الإنس، كما قال علماء التفسير: الجن كانوا في الأرض قبل الإنس فعاشوا فيها فسادا. فهنا الملائكة الحمد لله لهم عقول فقاسوها وجعلوا قياسا على الجن، لكن الله تعالى قال: أعلم ما لا تعلم، بين لهم أن هناك أنبياء وهناك من يدعو الله وهناك من سينفرد ويفرد حياته لله جل وعلا، بين لهم ذلك. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وواقعا هنا يعني في كل عصر وفي كل مصر يكون ممن باع نفسه لله حقا وتعبد لله حقا. السؤال متعلق بالدرس: شيخنا، يعني عورة الرجل من أين إلى أين؟ نعم يواظب عليه. عورة الرجل ستأتي، والحق أن الفخذ ليس بعورة. هذا الراجح. ما حكم المرأة التي تستمع للقرآن وترتل معه وهي حائض؟ أنا أدين الله أن المرأة الحائض لا تقرأ القرآن، لا يجوز، ولا حرفا واحدا، كما قال علي بن أبي طالب العمر. لا، تسمع وتكتب وتقرأ بعينها لها ذلك، إنما بصوت وبلسان لا، قال علي بن أبي طالب، ولا حرفا واحدا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.